لم نسمعه من قبل، هو أن الخطبة تتيح للشخص أن يمارس الزنا، أن يمارس العلاقة الجنسية فقط بخطبة، ما كاين لا ولي، ما كاين لا إشهار، ما كاين ما صراحة الآن تفاجئنا بأن أشنو الهدف ديال هاد الناس هادو؟ نحن ندافع عن الحق، ندافع كندافع على 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 العلاقة الجنسية اللي كيطرها القانون، كنهضروا على العلاقة الزوجية وهما ما كيتكلموش ما كيتكلموش على العلاقة الجنسية المعطرة بالقانون، كيتكلموها على النسب فقط، يعني الإنسان يخطب شي وحدة ولدت منه لا بارك عليك أنت غير سير هذاك الوليد يتنسب لك ومع السلامة. على عباد الله، راه نحن في دولة إسلامية، نحن دولة تحكمها القانون ويحكمها الشريعة الإسلامية، إلا كان شي حاجة يمشيو يبدلوها يمشيو يغيروها في الدستور، ولكن باش نسمعوا كلام انه الخطوبه تسمح لنا ان نمارسوا العلاقه الجنسيه الحره فقط بالخطوبه، هذه راه كارثه عظمى. لذلك حنا الان غادي نعاودوا نجاوبهم وغادي نعاودوا ندافعوا على 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 حق المحكمه، لان المحكمه الجنحيه عندها الولايه العامه. هذيك دعوه مدنيه ما كانت لا علاقه لها بالدعوه، لو كل انا اقترحتها في المرافعه ديالي، قلت لكم كان ميل كيتعلق بالثبوت الزوجيه نهضروا على الثبوت الزوجيه، ممكن انا نقولوا بان المحكمه الجنحيه تاخر الملف الى حين البت في الثبوت الزوجيه، ما كايناش ثبوت الزوجيه، كاينه فقط ثبوت النسب، وهاد الناس ما باغينش ثبوت الزوجيه، ما باغينش انا الراجل يتزوج جوج مرات ولا ثلاث مرات، لا خصو ياخذ وحده ويكون عنده المشاع في البقيه، يكون عنده علاقه جنسيه حره، كيدافعوا يدافعون على المشاع الجنسي، يدافعون على الشذوذ الجنسي، يدافعون على علاقه جنسيه بين الرجل والمراه، ما تكون لا حدود بينهما ولا قانون، وشكرا لكم.